الوالد تاع بشار. وبالامس لعبادنا تبعث لها 140,000 توصلها الماسة. وش السبب؟ كان فويت كبيرة. خدمنا الفويت كملنا على 4 تاع الصباح. يروحوا للفونتوز ويطقطقوا. سماك دو سابوطاج. باش يخلقوا بلبله في عبادنا، ما نظرهمش الناس هنا، راحوا يخلقوا فيها في عبادنا. خلاصة. الخلاصة هنا يتهم في ناس موظفين داخل شركة المياه، اتهمهم في بشار قبل يومين شفناه، وهنا راه يتهمهم في العبادلة أيضا، وهي دائرة نظن من دوائر بشار، بأن هنا كاين ناس مخربين داخل الشركة تاع المياه هذه هي المعنية بالأمر. يقدروا يكونوا، نعم. وأنا أحيي أي واحد اللي يقف بصرامة في وجه المخربين والمفسدين، لكن المفسدين الحقيقيين. المشكلة أنك في كثير من الحالات تتهموا اللي مش مفسد بأنه مفسد، واللي هو مفسد يتعلوه في الرتب وتزيدوا له في المناصب باش يزيد يكثر الفساد. لكن اللي أثار انتباهي في الموضوع هو هذه الكلمة، اسمعوا مليح حنا وش يقول. قبل هذه، هذا كاع كلام معقول مش سيء، لكن قبل هذه كانت كلمة خطيرة هنا. اللي يتحرك واش؟ واليوم راهم يجيبوا لي في المبررات باللي هذا ما عندوش ميسيون ولا هذا تاع لا لام ولا لا، انا كلام في بعد خليت قرار ودارج عطوا فيه واللي يتحرك راسه يطير. طيب اللي يتحرك راسه يطير، ربما يكون هذا الوالي خدام، لكن هذا من لفظ عنيف، هذا ها هو عنف لفظي. طبعا الذباب والثورة المضادة والمخابرات يقعدوا يتبعوا فيا انا، بلاك نقول كلمة هكذا والله يشوفوا فيها يقول لك عاني. ديك المرة قلت لهم لازم لهم يخرج هذه تاع العبث تاع وهران، لازم هما حابين يديروا عرس باش يغطوا على مصايب الشعب الجزائري وكوارث، وباش يبيعوا الكذب والتزييف. قلت لهم يرجع مأتم، بمعنى انه ما لازمش الناس تشارك فيه، ما لازمش الناس، بالعكس الناس تخرج تكلمهم على دولة مدنية، تكلمهم على الفقر، على المال اللي ما كانش داروها قلبوها الدنيا. قال لك راه يقول لازم يكون مأتم. اي نعم، انتم تحاولوا ديروها عرس والناس يخرجوا ينتفضوا عليكم او يتظاهروا عليكم، احنا دائما نتكلموا بالسلمية. ها هو والي، ها قال لك اللي يتحرك راسه نطيره، راسه نطيره والي. ها والله العنف اللفظي، مع انه كما قلت ربما عنده الحق، هو يشوف في لي سابوتور ويشوف في الكوارث، لكن مش كلمه راسه نطيره. لا، المفروض ان عندنا عداله، عندنا قضاء، عندنا لا، لكن هما عارفين باللي ما كانش قضاء تليفون، عارفين. وكاين كثير اللي هما مجرمين كبار، لكن لان عندهم علاقات وعندهم ارتباطات وعندهم ما يدخلوش لا الحبس لا يفوتوا عند القاضي لا، لكن البسطاء دخلوهم للحبس وتظلموهم وتحقروهم وتتهموهم كما بن حليمة مخرجين الإرهابي، يعني حكمتوا عليه حتى قبل أن يصدر أحكام ما يسمى بالقضاء نتاعكم، يعني ما انتظرتوش، يعني تخرجوا في القنوات الإرهابي، واش بقات لكم من قيمة؟ يعني أي واحد يشوف هذا الكلام يقول هذه مش دولة، هذه مافيا، هذه كما قالها الشعب الجزائري مافيا عسكرية، ما عندهاش علاقة بالدولة، دولة أسيرة في الحقيقة.